السلام عليكم. فيروس كورونا أو كورونا فيروس أصبح يعتبر من الأوبئة الفتاكة التي انتشرت في وقتنا الحالي. هذا الوباء الذي انتشر كالنار في الهشيم سبب عجز وانهيار الكثير من الاقتصادات العالمية، وسبب أيضا في تدهور الحالات الاقتصادية للعديد من الدول مثل الصين، كوريا الجنوبية، إيران وإيطاليا وبعض الدول العالمية الأخرى التي تضرر اقتصادها بهذا الوباء. بالطبع أعزائي الكرام، كلنا الآن نرى ونشهد التحركات السلبية للأسواق، فالأسواق أو نقول جل الأسواق باللون الأحمر وفي انهيار ممكن أن نقول شبه تام بسبب كورونا فيروس. فشركات كبيرة وعملاقة أعزائي الكرام خسرت الملايين بل والملايير جراء الفيروس كورونا الذي ضرب بورصات العالم. فمثلا إحدى الشركات الأكبر بالعالم والذي كان لها أكبر اكتتاب في التاريخ وهي شركة أرامكو خسرت ما يقارب ثلث من أرباحها. كذلك النفط والغاز نزل أو هبط إلى أدنى مستوياته. كل هذا جراء الكورونا فيروس الذي كما ذكرت لكم ضرب بورصات العالم بشكل سلبي. ولكن دعونا نقول هنا بأن مصائب قوم عند قوم فوائد. فشركات تصنيع الأقنعة للوجه والكفوف للأيدي تعمل 24 ساعة على 24 ساعة كل يوم وبدون توقف على إنتاج الكميات المطلوبة عالميا. وأيضا الصراع بين شركات الأدوية العالمية والمنافسة بينهما على إيجاد دواء هذا الفيروس الفتاك، فهناك صراع حاد بين هذه الشركات العالمية شركة الأدوية بالخصوص يعني للتصارع من أجل إيجاد هذا الدواء، يعني هناك منافسة كبيرة بينهم. لكن يبقى السؤال المطروح الآن، ما علاقة هذا الطرح بموضوع التداول والاستثمار؟ فكما نلاحظ أعزائي الكرام، فمن خلال 30 يوم الأخيرة ازداد البحث والمتابعة لأخبار شركة الأدوية العالمية، ونحن نرى بأعيننا ذلك من خلال المنصة الاجتماعية على صفحات التواصل والحديث بين المستثمرين من خلال شركة إيتورو، علما بأن المستثمرين ينتظرون الشركة السباقة لإنتاج مضاد الفيروس كورونا. ومن الشركات الكبرى التي أنصح بالاستثمار عليها خصوصا في هذا الوقت، هناك شركات موجودة على منصة إيتورو للتداول من الآن، وهي شركة زينربا فارماسوتيكال، جي دبليو فارماسوتيكال، تيفا فارماسوتيكال اندستري، وفيرتكس فارماسوتيكال انكوربوراتيد، وغيرها أيضا من الشركات الأدوية وصنع الأدوية العالمية التي ستجدونها في منصة إيتورو. وفي رابط أسفل الفيديو سأترك لكم رابط شركات الأدوية وصناعة الأدوية التي أنصح بالتداول عليها خصوصا في هذا الوقت بالطبع، بحيث أن الشركة الفائزة بصنع دواء أو مضاد الفيروس كورونا هي التي سوف تكون السباقة وسوف ترتفع أسهمها بشكل جنوني، وسوف أيضا ترتفع قيمتها السوقية. لهذا أقول لكم من الأفضل الاستثمار عليهم في هذا الوقت بالطبع. فمن خلال هذه الأحداث التي سردناها من قبل، فممكن لنا أن نقول أن حان الوقت المناسب للاستثمار في هذه الشركات، شركات الأدوية العالمية الموجودة على منصة إيتورو، وتطبيق القول أنه مصائب قوم عند قوم فوائد، هذا ينطبق على هذا الشيء، فمن الأفضل الاستثمار عليهم. أنا أيضا سأستثمر عليهم في شركة أو منصة إيتورو لما سوف تسببه أو تحققه من أرباح منتظرة، سواء على المستوى القريب أو على المستوى البعيد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.